حتى هي موظفة حتى هي الموظفة هي موظفة حتى هي موظفة حتى هي ونرفع شارات الزيرو ونرفع شارات الزيرو ونرفع شارات الزيرو ونرفع شارات الزيرو الوزارة ها هي الوزارة ها هي الوزارة ها هي الوزارة ها هي الحكومة حتى هي ثنايا إفاق لقاء غدا سنأتي ولن نخلف الموعدا لنا يا إفاق لقاء غدا نأتي ولن نخلف الموعدا هذا مات هذا مات هذا عاش والصحة في الإنعاش والصحة في الإنعاش والصحة في الإنعاش والصحة في الإنعاش حقوقي تحية نضالية للشغيلة الصحية بكل مكوناتها التي استجابت لهذه الدعوة ديال المركزيات النقابية لتجسيد وقفات احتجاجية عندها على طول ربوع الوطن الجارح متوحدة في الزمن ومختلفة في المكان. هذه الوقفة هي وقفة إنذارية جات احتجاجا للتماطل والتسويف ديال الوزارة الوصية وديال رئاسة الحكومة ولا وزارة المالية للاستجابة ديال المطالب العادلة والمشروعة ديال الشغيلة ديال الصحة. هذه الوقفة هي جات كذلك باش تعاي على واحد الواقع ديال قطاع الصحة اللي هو واقع بائس ومعيق وهش كنعانيو منه منذ زمان والشغيلة الصحية كترفع شعارات كنقول بأن قطاع الصحة قطاع وصل للمستوى ديال الخمش وصل للمستوى ديال هذه كنقولوها جات الجائحة وعاهات على هذا الواقع هذا هو جات الجائحة وبينت بأن الكلام ديالنا كان كلام على صائب الآن حنا كنعانيو والمواطن كيعاني بجوج بينا نفس الخندق والمسؤولين ما كيعانيوش المسؤولين كيمشيو يتعالجوا على برا المسؤولين كيمشيو يتعالجوا في فرنسا وفي دول أخرى وملي كنقول للمسؤولين بكل مستوياتهم ولن أنسى الوقفة ديالي إذا هاد الوقفة هادي جات فهاد السياق هذا هو جات باش تعاي على واحد الواقع اللي كنعيشوه مستوى قطاع الصحة اللي هو الهشاشة في التشغيل الشغيلة الصحية الآن مقسمة عندنا موظفين بكامل حقوقهم وعندنا نصف موظفين استفدوا من المنحة ديال الكوفيد وعندنا موظفين ما استفدوش مباح أنهم الناس ديال الكونطا عندنا لي فونك ميناج ما استفدوش عندنا لي سيكوريتي ما استفدوش هنا قطاع الصحة يعيش الهشاشة قطاع الصحة يعيش نقص مهول في الإمكانيات نقص مهول في الأدوات ديال الاشتغال قطاع الصحة كيعيش نقص مهول في الخطوط يزيد حال الشغيلة الصحية إذا هاد الوقفة هادي هي جات فهاد السياق هذا هو جات باش تعاي على واحد المشكل كبير اللي هو الضعف ديال الميزانية المخصصة لهذا القطاع هذا مات هذا عاش يونس محراش عضو الفيدرال الديمقراطية للشغل بطنجة قطاع الصحة طبعا هاد الوقفة الاحتجاجية جاءت استجابة للنداء الوطني اللي وجهه التنسيق النقابي وذلك يعني نتيجة تسويف ومماطلة وزارة الصحة بالدرجة الأولى والحكومة بدرجة أعلى في تسوية ملفات الشغيلة خاصة ملفات اللي نتجت على الحوار الاجتماعي القطاعي وهذه الملفات يعني على رأسها يعني أهم نقاط أربع نقاط كبيرة اللي هي تسوية ملف الأطباء تسوية ملف ممرض ذوي السنتين زيادة في قيمة تعويضات عن الأخطار ومعادلتها وكذلك ملف المساعدين الطبيين
هذه نقاط كبيره ورئيسيه وخرج جات عن الحوار الاجتماعي القطاعي، وكان المفروض انها غير تفاليدا ف ف ف فالماليه للاسف الشديد كان واحد التماطل. هذه بدرجه اولى. ودرجه ثانيه يعني احتجاجنا للاوضاع المزريه اللي كيعيشوها اطر الصحه خاصه في ظل وباء كوفيد 19، واللي كتمثل اولا في النقص الحاد ديال الموارد البشريه من اطباء وممرضين واطر تقنيه اخرى، وكذلك النقص في المعدات وفي معدات السلامه والوقايه الى اخره، يعني للاسف الشديد. والتعامل يعني المهين المؤسف اللي كتعامل به معنا وزاره الصحه والحكومه كذلك. وهذه الوقفه ما هي الا فاتحه لمسلسل نضالي قد يطول وقد يستمر الى ان تتحقق مطالبنا العادله، والى ان نسترجع كرامه أطر الصحة. هذا ولكن تحية نضالية. السلام عليكم. المكتب الإقليمي لطنجة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. بغيت نقول لكم حنا في عين المكان وقفة احتجاجية للأطر الصحية بطنجة. هذا جاء استجابة للنداء اللي دارته التنسيق النقابي الثلاثي بالمغرب. الأهداف ديال هذه الوقفة الاحتجاجية كما تعرفون وإيصال صوت الشغلة الصحية بطنجة عموما، المشاكل اللي كتعرفها، المشاكل الاجتماعية والتقنية ونقص في الموارد البشرية كما كتعرفوا، والضغط اللي مرات به الشغلة الصحية في هذه الجائحة. ثاني حاجة وهو المطلب اللي هو وطني وأساسي، هو باش نوصلوا الصوت ديالنا للشعب، انه كاين هناك تماطل من وزير الصحه ووزير الماليه، لان هناك تماطل في استجابه للمطالب الشغله الصحيه ككل من ممرضين اطباء وتقنيين. هناك تماطل في ايصال الصوت ديالنا وفي تلبيه مطالبنا الاجتماعيه والماليه. شكرا. يعني النقابات من اجل التذكير والوقوف على الوضعيه المزريه ديال القطاع الصحه بصفه عامه والشغيره الصحيه بصفه خاصه، لما تعانيه في ظل هذه الجائحه من مشاكل وايضا للتنديد بالاذان الصماء التي تنهجها معنا الوزارة ولعلمها ولعلم جميع المغاربة بما يعانيه القطاع من مشاكل على مستوى الإمكانيات وعلى مستوى ضعف الموارد البشرية وضعف الإمكانيات، بأن احنا غادي نستمروا إن شاء الله إلى حين استجابة وإلى حين تحقيق المطالب ولو ما تيسر منها.